بسم الله الرحمن الرحيم. أنغام الشرقية تقدم القارئ ابن القارئ محمود الشحات محمد أنور. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم.
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذابا. وتفقد الطير فقال ما فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأدخلني برحمة في المنزل
صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا لك رب لا تذرني طردا وأنت خير الوارثين والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي والله ولي المؤمنين والذي أحصنت فرجها وإسماعيل وإدريس
حين فجعل ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن فلما رجعوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ردت إلينا ونحفظ
وأتوني مسلمين.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب وَالسَّمَاءِ
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات والسماء وما بلاها والأرض وما طحاها ونفس وما إن الذين آمنوا
رب المشرقين
البحرين خلقنا الإنسان في كبد كل وشفتين
وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا
الرحمن الرحيم لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.